25 67 41 42. طارق البخاري معنا، الفنان ديالنا ايضا ناصر ميغري، اسامه العازف ديالنا معنا، جيجي ريكوش جيهان، ومعنا المطربه المصري استمتعنا بالقطعه ديالو الجميله المميزه. غادي نتوانسوا معك في هذه الليله الجميله. معنا ميزو المصري، اذا الزوجه ديالو تحيه ليها، وتحيه للزوج ريكوش، وتحيه للوليدات. ولد ديالك سي طارق سميتو ادم. ادم تحيه لسي ادم كنحييو تحيه كبيره اكيد، وكنحييكم لكل الاطفال اللي كيسمعونا 0527 67 41 42. برنامج كلمه ونغمه والليله احلى بسمه. لكن قبل ما نمشيو لفقره الكرسي لمن يجرؤ، نطلبوا من ناصر ميغري. ناصر انا معك، انت عارفك معايا، تسمعنا اخويا افيك غون بليزير. لما غادي انا نقول لك اش غتسمعنا. مرحبا. ممكن اش غتسمعنا؟ وي غتسمعنا صحراوي صحراوي، مغربي مغربي. صحراوي صحراوي مغربي يا سيادي، نغني بصوتي عالي والصحراء كنادي. صحراوي صحراوي مغربي صحراوي، صحراوي صحراوي مغربي صحراوي. ونبشروا الأجيال بالأمان يا أخوي. صحراوي صحراوي مغربي صحراوي، صحراوي صحراوي مغربي صحراوي. صحراوي صحراوي مغربي صحراوي، صحراوي صحراوي مغربي صحراوي. يا خوي اجي نغرسو النخلة ونسقي النخلة ونركبو الجمال للوصال. يا خوي اجي نزرعو البدرة وندوقو التمرة ونشوفو الجمال في الرمال. يا خوي صحراوي صحراوي مغربي صحراوي، صحراوي صحراوي مغربي صحراوي. صحراوي صحراوي مغربي صحراوي، صحراوي صحراوي مغربي صحراوي. برافو عليك، برافو. برنامج كلمة ونغمة مازلنا معكم حتى حدود الساعة 10 ليلا. أنا عارف بأنه عيان وغادي غادي نقجروا عليك، غنمشيو لافامي ميغري وليلي طويل، لأن معنا الأخت الجميلة جيهان اللي فيك بوشوز وسافيك يونس يونس ميغري، ومعنا أيضا الصوت الجميل سي ميدو، ومعنا طارق البخاري اللي غيعاون التصفار والريكو ونديروا صافي. يلا سمعوا ليلي طويل ناصر ميغري أون لايف. برنامج كلمة ونغمة 0522 67 41 42. ناخذ نطلب من الاخ ديالنا انه يدير لا فيديو لكل الباساج ديالنا كاملين. تفضل. ليلي طويل ما عنده نهاية، والشمع يقليل ولوني يسمع معايا ودمعي يسيل.
شوقي وهوايا وقلبي علي في النجبة ردوايا حبابي الغياب وانا مع المكتاب مقصي شوقي وهوايا وقلبي علي في النجفة ردوايا لا 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 راديو دوزام كنحييكم بزاف على هذه الاغنيه ديال الاخوان ميغري فانوماج ان غران توماج يونس توت لا فامي ميغري كنقول لهم مرحبا بكم ونتلاقاو بيونس يمكن لا سيمين بروشين ان شاء الله الرحمن الرحيم عندو فيستيفال ميروغان باساشين ان شاء الله الرحمن الرحيم تحيه لطارق البخاري تحيه لناصر ميغري اسامه جيهان وميدو المصري وكنقول لكم مرحبا بكم على اثير ايزان نمشيو لفقره الكرسي اللي من اجرو 05 22 61 41 42 تفضل الأخت خديجة الكرسي لمن يجرؤ الكرسي لمن يجرؤ يا ودابا ضحكنا غنينا خصنا ناكلو باقي الطبخ بقى نطبخ غادي نطبخو تا هو ولكن بغيتي نطبخو دابا نقول لك الله يخرج الضحك بحالك طارق بخاري مرحبا بك
مرحبا طارق بخاري، انت موافق انك تجاوب الاسئله ديال الناس ديال عندي صديق دابا صيفط لي والله تندوز لي هذه الاهداء. شوف اخويا السي محمد ولد زروال، هاي يلاه صافي. انا قلت اخويا السي محمد وتحيه ليك وتحيه الجاليه معاك، الجاليه المغربيه كلها صراحه من اطيب خلق الله. فين البلاصه؟ هو دابا في ايطاليا وكنت لقيته في ستوكهولم، وهو كندوز ليه تحيه ليه والوليدات ديالو كاملين، الولاء البنيه الصغيره وكل شيء. تحيه السي محمد وجايتنا كلها المغربيه اللي خارج اسوار المملكه المغربيه، وتحيه كل الجاليات العربيه والجاليه المصريه المقيمه بالمغرب، كنحييها تحيه خاصه. واللي على غادي نقول على خارج ارض الوطن كنقول لهم بالمصريه ازيكم، وتواصل معنا 05227641 00212 522 67 41 42. مرحبا بكم. اذا احنا ما زلنا معكم حتى عودوا الساعه 10 ليلا. تحيه لخديجه مهنا زوجة المطرب العالمي موس ماهر، اللي كنقول تحيه لك وراك شايع من ابو ظبي. موس ماهر اكيد الله يودي كيحيينا واحد تحيه لخديجه، كيحيينا واحد تحيه كبيره من ابو ظبي كيقول لك شايع شايع مليار دو فوا من اطيب خلق الله. لا هو ولا خديجه صراحه سيناتور ديالك راك شايع مليار دو فوا. تبارك الله عليك سيدي وتبارك الله على الزوجه ديالك. اذا انت موافق عندنا في الكرسي المجرور؟ نعاودوا ليه الكرسي المجرور. تفضل غادي نمشيو ليونس، نمشيو من الاخ الاخ، ولكن ناخذ ناصر الميري. تفضل لي. مرحبا. الكرسي لمن يجرؤ؟ الكرسي لمن يجرؤ. ناصر مرحبا بك. الله يكبر. صراحة راحة عندي سؤال في شوية حرج، انت كنعرفك من اعز الاصدقاء ديالنا، واحد من ابناء راديو دوزام ومن المحبين، وحنا محبين لك. انت كنطبق المثال اللي كيقول مثلا، واش بصح كتشوف بان بعض المتربيين كيقول لك انت ما قدرتش تخرج من الجلباب ديال الوالد ديالك وجلباب ديال عائلة ميغري، لان عايشة في جلباب ابي ما قدرتيش تطبقها، ديال احسان عبد القدوس. تفضل. شكون اللي قال هذه الهضرة؟ كيقول المتتبعين. شكون؟ ما غاديش نحصر لك انا واحد النسمات ديال البشر. تفضل جاوب. لا ما متفقش معاهم. فبالنسبه اللي كيقول هاد الهضره فهو يمكن ما كيعرفنيش، انت علاش قال هاد الهضره؟ فاليوم انت باش عرفوا عليك. فالناس مرحبا بهم اللي كيقولوا انه يعني انا تحت شي الباب الاخوان ميغري، فهذا شرف لي انني نكون يعني ولد ديال حسن ميغري وولد الاخوان ميغري كاملين اللي كبرت معاهم، وبلا بهم ما نكونش يمكن درت الموسيقى، يمكن ما عرفتش كاين حياه فيها سبب، ولكن يعني الوقيت اللي بغيت ندير الموسيقى فدخلت المعهد الوطني للموسيقى، قريت السولفيج، قريت الجيتارة، قريت البيانو، وتعرفت على بزاف ديال الالات اخرين نعزف عليهم. فبالنسبه للابداعات الفنيه فاول حاجه يعني هذا التيار ديال الاخوان ميغري فهو يعني بدا من الستينات، من يعني من حسن محمود يوناس جليله، وإلى ما خرج اسم الجلباب ديالهم يعني راه نكون كنغني الاغاني ديالهم. هادشي اللي نفهم انا كمستمع ولا كناصر، فهذا امر خطا. فيعني عندي جوج ديال لي زالبوم خرجت لابوم غيانا فوار معاهم، غيانا فوار لا كولور ديالهم مثلا. هذه البصمه ديالي دابا ناصر، فمعاه ماشي بوحدو، معاه ان ستاف كبير اللي كيخدم معاه، والمسؤوليه ماشي ديالي بوحدي. فانا كنلحن يعني نعم، وكان كان يعني كننتج بعض الاعمال ديالي وكنغني، وكاين واحد يعني الطاقم معايا اللي نبدا بسي اسامه غازوليت اللي هو لو موزي ولارونجور ديال لو جروب ولو جيتاريست ولو جروب ديالي ناصر ميغري باند لو ستاف دو لا كومونيكاسيون اي تو. نحيهم واخا نعطيك سؤال نعاود نرجع للموضوع، ما عندناش الوقت نرجع. لا عندنا ناصر عندنا اسئله بزاف، ربما كاين اسئله اللي غتقدر تجاوب فيها وتكمل فيها الشراغ. تفضل. ف يعني هاد لي زالبوم جوج فهما الحان جديده ومواضيع جديده وافكار جديده، وكان يعني كان جانفيت يعني كنعرض كاع الناس يسمعوا. كتكلم على الالبوم ديال وينك؟ نعم الالبوم وينك والالبوم في يوم الفرح اكيد. الجمهور تعرف على الالبوم اكثر، تكلمت عن الالبوم با مال دو فوا. نعم في شحال من اوكازيون في راديو دوزام. اليوم عندي اسئله يعني سؤال جواب سؤال جواب كما درنا مع الاخ طارق البخاري بكل مهنيه. سي ناصر، اليوم البعض كيقول بانه الموسيقى الشبابيه والموسيقى اليوم معوله على انه تكون واحد كما نقولوا رينوفاسيون جديد، ومعوله على ايضا شي حاجه سميتها البوز. شنو هو التعريف ديال البوز كيعرفوا الناس سي ناصر ميغري؟ شنو هو البوز بالنسبه لك؟
الباز هو يعني واحد المنتوج اللي كتعرف يقدر يكون خايب ويقدر يكون زوين. يخلق الحادث يقدر فهمتي. مادونا راكم عارفين كاملين شنو دارت. مايكل جاكسون كاينين شي فنانين اللي كيديروا لو باز. كاين الباز عندنا في المغرب موجود. شكون اللي فينا مثلا بكل شجاعه؟ نعم. شكون اللي دار الباز؟ ما عرفتش، ما نقدرش نجاوبك انا. سول هذوك الناس اللي قالوا لك سميتو راهم متبعين لو بوز يقدروا يقولوا. ما عرفتش شكون هما الناس. نسولهم مش عندهم تو سويت. عيطوا عليهم 0522 67 41 42. نسولك ناصر، انت معروف بانك واحد الانسان فنان، كتجدد، كتتلحن، كتعمل اشياء اخرى. البعض كيشوف بان الموسيقى ايضا نوع من الانطواء على الذات، والبعض كيشوف بانه اللي كيغرد خارج السرب كينجح اكثر من الاخرين. يعني بصوره ولا اخرى باش نقربك، بعض الفنانين اللي ما داخلينش كاع في الموجه كيخرج لنا بشي اغنيه ولا بهذا وكيكون ناجح للتاريخ. ما نجحش للباز، ما نجحش نهار ويومين، نجح الامد البعيد. عمر الاغنيه دابا ولا عمر الباز ولا عمر التوب غيتفق معايا ولا ما يتفقش معايا طريق 3 شهور 4 شهور ماكسيموم. فاست فود ولا فاست فود. بينما الغيوان سمعوا لهم 1860 عام اخرى ومازال باقي كنحلوا فيهم. تفضل. نعم. دونك راك هضرتي على جوج حوايج دابا. هضرتي على لا كارير ميوزيكال، المسار الفني. اسمح لي قطعت فتا ليلي طويله، احنا باقي نغنيوا. غنات في 72 اكيد. نعم 75. فكاين يعني المسار الفني اللي هو يعني الفنان كيخدم ليه يعني عن طريق البومات، عن طريق دي تورني، عن طريق جوالات. وكاين يعني لو بوز اللي هي مرحله كتكون في واحد المنتوج اللي كيدير لو بوز، وكاين طرق اللي تقدر توصل عند لو بوز. سهل. انا كنشكرك ناصر لانك عرفتينا البوز بكل شجاعه وبوقار. ما بغيتيش تجرح ولا تجرح شي حاجه اخرى، او لكن نقولوا تشرح. احنا غادي نقولوا شرح ملف مطبات الحريشة. نبغيك دوي اكثر وضوح، ما تدويش معايا بليسين. داكور ان شاء الله. تبارك الله عليك. صفوا على ناصر كنحيي فيه. المطبات اكيد. انا خاصني المونتيسورات اخويا. انا بغيت نقول واحد الحاجه في حق ناصر. ناصر كنعتبره الاخ ديالي الاصغر، لانه فنان واللي كيعجبني فيه الطموح، واللي كيعجبني فيه انه دائما كيصبر ماغري لي كونديسيون. كنا في واحد الفيستيفال لي كونديسيون ديالو كانوا هامشيين، لكن السبيكتاكل ديالو كان عالمي. جميله في كتلقى. تحيه لك. شرف كبير. هذا شرف كبير. تعرف اللي كاين. شكرا. شكرا لك، وتحيه بزاف الاستاذ ديالي والوالد ديالك اللي كنشوف فيه الاديب وكنشوف فيه بزاف. كنسلم عليه بزاف. أكيد. وبغيت نقول لك وصلني واحد الميساج من عند سي مجد وملك، كنسلم عليهم بزاف. شكرا. تحيه ديالنا الجميل والمميز طارق البخاري. شكرا. ايضا تحيه للفنان ديالنا ناصر ميغري. اسامه كنحييك. اسامه فنان كبير على مستوى الجيتار، كنحييك جدا جدا جدا. شكرا. المستقبل زاهر امامك. انا دائما كنفرح ملي كنكون قدامك بصراحه، وكنسول حتى من وراك لانك فنان جدير باحترام. ما كنتسنى شي سبيكتاكل ديالك بوحدو بلا جيتار. ان شاء الله اكسبسيونيل. برافو عليك، والجمهور يعترف بك ويتعرف عليك اكثر فاكثر. شكرا جان. شكرا لميدو. مثلا اخذ الجمهور. تفضل. بغيت نقول لكم ان شاء الله احنا في 2015 انه كنوجدوا دابا واحد الاغنيه جديده، ورحنا دابا في الاستوديو وقربت تخرج ان شاء الله، وكنتمنى توصل للجمهور كامل. وكنشكر بزاف يعني الطاقم اللي معايا. نبدا بسي مفيد لو ماناجير، الاب والام ديالي، والسي اسامه لو جروب ناصر ميغري باند كاميكاز. وكنشكر كاع الصحفيين والناس اللي عاونوني في الاعلام باش نوصل سميتي ناصر. شكرا ليك.